شو تعليقك على ما صدر عن البنك الدولي من السماح باستخدام يعني الأموال يلي بعد ما استخدمت لمواجهة لبنان الأزمة الناشئة؟ هل هو انتصار لكم كحركة بيئية؟ يعني خلينا نحن جماعة البيئة وجماعة يعني اللي عم بنفكر بالتنمية المستدامة والشراكة، ما بنحكي يعني مثل إذا بدك يعني السياسيين بانتصار أو خسارة. أكيد نحن سعيدين جدا بقرار البنك الدولي، وهو تقريبا يعني كأنه رد على الكتاب الإيجابي اللي وجهناه السبت الماضي إلى الرؤساء الثلاثة، يعني وجهنا لهم كتاب ومدينا اليد للحوار وللشراكة، وطرحنا مثل خارطة الطريق قائمة على ثلاث خطوات بيناتها. يعني الشيء اللي عمله الورد بانك يلي هو تحويل أموال يعني سد بسري ان تتحول للتنمية المستدامة ومكافحة الجوع والفقر وكورونا. اثنين، وهون تحية لسعادة النائب دكتور بلال يلي بموضوع تحويل المرج الى يعني استفادة من الاستملاكات يلي كان وزير الطاقة عم بيعتبر انه هيدي اموال مهدورة، هي بالحقيقة ربح كتير كبير للدولة وللشعب اللبناني، أنه أصبحت كل الأملاك الخاصة بمرج بسري أصبحت أملاك للدولة وصار فيها تكون محمية. وثلاثة هي موضوع الحوار، يعني طلب البنك الدولي أنه طيب تحاوروا احكوا مع المجتمع المدني، وهذا شيء جديد بالحكم بلبنان أنه دائما القرارات تفرض فرض بالنفايات بكل الملفات. فهون نحن كنا اوريدي قلنا انه موضوع استراتيجيه المياه يجب ان يكون هنالك حوار جديد لتامين المياه لبيروت ولوضع استراتيجيه للمياه بلبنان. نعم، بس اليوم يعني هالكلام من البنك الدولي انه تستخدم الاموال الباقيه لمواجهه الازمه الحاليه، هل هالشيء هو بصيص امل انه ممكن يتم التراجع؟ لان بالامس كان كلام رئيس الجمهوريه كمان واضح بمجلس الوزراء بهذا الاطار انه يعني الدوله مكمله بهذا الموضوع لانه في مصلحه برايهم للبنان. هل الشيء اللي استجد يعني هالموقف هو خبر سار لناحيه امكانيه التراجع او لا هو استراحه و سنعود لطرح الموضوع من جديد لاحقا؟ لا لا، اكيد بما وصلت اليه الحمله العالميه لانقاذ مرج بسري، نعتقد انه ليس هنالك طريق رجعه الا التفكير ببناء سد بسري. انفضحت ايجابيا انه يوجد حلول اقل كلفه أسرع بالوقت، ما حدا قدر ينطر فوق العشر سنين لينبنى سد بسري. على الأكيد أنه البنك الدولي اللي هو عم بيعطي المصاري، وبتعرف المثل بيقول كي دون أور دون، يعني اليوم البنك الدولي حط خارطة الطريق واضحة، إذا ما في توافق وطني على هيدا المشروع ما بيمر المشروع. وكان واضح وسمى انه اموال سد بسري هن مستعدين انها تنحط ب يعني المشاريع التنمويه ومكافحه الفقر، ويعني القصه واضحه انها خلصت.